ولنبهى مزارع معروف في مدينة زوارات كأحد مموني سوق الخضار منذ عقود. ولا تقل شهرة سيارة لاندروفير العتيقة التي يستقلها في مهامه الزراعية والتسويقية عن شهرته في هذه المدينة المعدنية. نتابع القصة التالية. يتأهب الحسن والنبا لمغادرة بيته إلى إحدى مزارعه في ضاحية مدينة زورات. يغالب محرك سيارة لاندروفير رفيقته الدائمة في نشاطه برودة الطقس وكد سنوات بعد نهاية العمر الافتراضي، فيستعين بتلامذة إعدادية مجاورة لدفع السيارة من أجل محاولة تشغيل المحرك في بداية رحلة يومية إلى المزارع. هذه السيارات اللي قال في أندروفير ما كيفهم عندنا شيء، نختارهم عن الوتات كامل عندنا وهواتهم كامل، بينا فيهم بركة قاع من قديم الزمن، هم اللي ولين عادوا عندنا. وثانيا حديدهم ما هو وقد يعدلوا، ما فينا واحدة تباني واحدة ما تبارك معها وتلاقي يتمكنس فيها لين عدلها قادة تلحق بعد بدها الوعد. هذه إحدى مزرعتين يملكهما الحسن في ضواحي مدينة زورات تعلقا بمهنة ارتبط بها في بواكر حياته. جيت لزورات جالب شنو خضرهم؟ جالب بتراف والكاروت والصبامة، وقط مشيت من واق شوط والياسواوش، من جبتهم هون بعتهم دوبة مرة والله انتي، وقلت تندي الولاية ولاية تنتي وحد قد ينتج الزراعة أخير فيه. لين عرفت ان الحياه بنتيجه تهوذة شريت مشروع، بعت زوايل كانوا عندي وشريت مشروع. يركز الحسن على انتاج انواع متعدده من الخضروات يساهم بها في تموين السوق المحلي. ننتجو صلات وننتجو برس وننتجو صبم وتمات وبتراه وناف والبصل وبرجين وياسم، من هون يدير يقولوا جاك تني، وانا بعد ما ندير غير بعد ينزع وينشبع وشين قالوا لك واد وناج، ما شاء الله ما قليل شي من الخضره ما نديروه، ونخل نخل مولي تبارك الله لمن عنده نخلات وعارف لهم شي، ما شاء الله يصمر. تعود لاندروفير العجوز الى المدينه محمله بمنتوج الخضروات الطازج، وتحط الرحال في سوق ألفت طريقه وألفها تجاره ومرتادوه. من عند حميس تبارك مع خضرتي اللي هنا قلع من هنا قلع، ونبيت عندي شور الدشر فوت، ومن عند الصبح نقيا مع عند المارس على الصباح ونجيب، إما يشم عندي السقاطات وإما تشيم عندي المارسة كامل وتشريهم، ما اللي طايح لها من السماء به اللي ما هو صعب، وأنا نختار نتخلص منه ويا عندي ميلهم هنا عدل، ولا نحوز عليهم بيعوا لهم ما تعد التاسع ينصيب من ينصيب من امي اللي نقبض اللي قال لي منو نشري من المرس من كيف الحم الله شيء نشري، وانا وطيف في الدار واللي بقى عندي من الفاضل نشري من وقازواري ثاني اللي بات الحسن والنبا وسيارته لاندروفير من ضمن رموز مدينة زورات المعروفة من الجميع، حيث يرمز الحسن وسيارته المحملة بالخضار للبركة واليمن. سيد أحمد أبو بكر، سيرة زوارات الموريتانية.